ياه موضوع سريع ذكرته سابقا بس قلت احطه بالحلقه فيديو عشان يكون سهل البحث عنه. ربط الصروع، ربط نهايه الصروع ببعضها او فصله، يعني الصروعين تكون منفصله عن بعضها اثناء الركوب او تكون مربوطه ببعضها. ذكرت سابقا ان الطرق الركوب تعتمد على يد واحده زي الطريقه الامريكيه الاسبانيه الى اخره، مسكه واحده اصلا، يعني ما راح يغير كثير باليد، ان شاء الله كله بالرجل تحت النماز والسرج والعصا وغيره. فمرتخ مفصول او مشبوك ما تفرق، فاذا كان طويل يفصل عادي عشان ما يتعلق بسرج الحصان وركابته وغيره، يكون امن له، خاصه كان السرعه مره طويله زي الطريقه الامريكيه. لكن اذا كان الشخص يستعمل يد بكثره زي الطريقه هي التزليق ومواكبه ثلاث، انت شغال تجمع ثم تزلق ثم تتكي الى اخره. اذا كان مفصول اذا حصان سحب زلقت له ثم جاك وجمعت، انت لما تجمع ترمي الباقي تحت، المفروض يكون موزون، انك لما ترجع تزلق او تتكي يكون موزون. لكن انت لما ترميه تحت وما يكون مشبوك ببعض ما يتوازن الطرفين، يصير الطرف اطول من طرف، فلما ترجع تجمع اللي او تزلق اللي جمعته او اللي رميته تحت ما يكون موزون، فتنشغل بوزن العنان عن الدقه او تنشغل بالدقه عن وزن العنان. فربط اخر الصروع مهم للشخص اللي يستعمل يد بكثره. ان كان طويل زاد عن اللزوم في خطوره انك تربطه تخاف يعلق بالركابه او رجلك الى اخره، او ربطه بنفس الوقت قصر الصروع عن طريق انك تسويه على شكل ورده او بكله بحيث الصروع نفسه يكون قصير. اما فصله بيتدخل بالجمع، بيكون هو متوازن من جهه من جهه.